يقول السائل: رجل قام بتأخير الزكاة بعد دخول الحول، فهل عليه شيء؟ إن كان تأخيرها لعذر فلا بأس، ما عنده نقود وانتظر لما يجيه نقود فلا بأس، أو فيه فقير غايب ينتظره يحضر فلا بأس، إذا كان تأخير إخراجها لمصلحة فلا بأس، أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يجوز حبس الزكاة، تأخير الزكاة من غير عذر، بل يجب المبادرة بإخراجها.